من دير البلح وسط قطاع غزة، أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. نتابع معك إذن الوضع الإنساني في كامل القطاع وخاصة في شمال قطاع غزة، مع تصريحات من الأمم المتحدة تتحدث عن استحالة وصول المساعدات إلى شمال القطاع. بالفعل نحن أمام مرحلة هي الأخطر منذ بدء هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، سواء في شمال قطاع غزة أو حتى في وسط القطاع وجنوبه. الأوضاع تزداد سوءة بمعنى الكلمة في ظل المجاعة وفي ظل أيضا الواقع الصحي الذي يتدهور لحظة ولحظة، والمناشدات التي تصلنا سواء من خلال مؤسساتنا الموجودة على الأرض في شمال قطاع غزة أو حتى الموجودة في مدينة غزة التي تستقبل النازحين من الشمال، والمشاهدات والفضائع التي تروى في شمال قطاع غزة من خلال هذا القصف، وأيضا عمليات منع دخول المساعدات بأشكالها المختلفة. نحن نتحدث أن أكثر من 40 يوم حتى الآن هناك منع لدخول هذه الإمدادات، ووصلتنا اليوم أيضا مناشدة من مستشفى العودة الصحي، وساعات ستوقف عن تقديم الخدمات، وهو المستشفى اللي بات الرئيس في عمليات الجراحية. الوضع أيضا في وسط وجنوب قطاع غزة، منع إمدادات الغذاء بشكل أساسي وغيرها من مساعدات تدخل إلى قطاع غزة. ما يدخل قطاع غزة حاليا من 30 إلى 40 شاحنة في الحد الأقصى، وهي بالكاد تغطي من 6 إلى 7% من الإحتياجات الأساسية. سيد أمجد، يعني كل جزء في القطاع على حدة ومعاناة هذا الجزء. دعنا نتحدث مثلا عن الشمال، هل يصل للشمال مياه نظيفة؟ هل هناك أي مساعدات وصلت خلال الأيام الماضية أو يمكن أن تصل؟ لأن تصريحات الأمم المتحدة عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول الاستجابة الإنسانية تسير في الاتجاه الخاطئ، وكان يتحدث عن شمال القطاع. نعم بالفعل، في شمال قطاع غزة منذ 40 يوم لم يدخل أي شيء من المساعدات، سواء المياه أو المواد الغذائية أو المواد الطبية والإمدادات المختلفة. للأسف حتى المحاولات التنسيق لدخول هذه المساعدات بقى بالفشل بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا حتى مهاجمته لهذه الإمدادات التي قد تدخل. المواطنين الآن تحت القصف وتحت خطر المجاعة الشديد، وكذلك فشل حتى حمل التطعيم فيروس شلل الأطفال. نعم. هناك 20,000 طفل لا زالوا محرومين حتى من هذا التطعيم، وكذلك هناك مسنين ومرضى. أما في وسط وجنوب قطاع غزة فالأمور أيضا تزداد سوءا، والمجاعة تنتشر بشكل خطير جدا بين صفوف الأطفال والنساء بشكل خاص، مع توقف عشرات المطابخ المجتمعية التي تقدم الوجبات، وكذلك المخابز التي باتت لا توفر إلا أقل من رغيف خبز للفرد الواحد في وسط وجنوب قطاع غزة. نعم، هذا بالنسبة للشمال. ماذا عن الوسط والجنوب فيما يتعلق أيضا بالمساعدات وبالمياه؟ نحن نتحدث عن حاجات أساسية، يعني حينما نتحدث عن المياه يبدو الموضوع بسيط لكنه أساسي ومنعدم، يعني غير موجود أصلا في القطاع. بالفعل وقضية المياه هي قضية أساسية مع أزمة الوقود وعدم القدرة على توفير مياه الشرب وكذلك حتى المياه للاستخدام اليومي. ونحن نؤكد أن هناك أكثر من 1,800,000 نازح موجودين في وسط جنوب قطاع غزة يفتقدون للمياه النظيفة ويفتقدون لأبسط الاحتياجات، في ظل أيضا دخول فصل الشتاء هناك عشرات الآلاف من الخيام المهترئة التي لا تستطيع أن تصمد لا في وجه البرد ولا في وجه الريح ولا حتى تدفق المياه. كذلك لا توجد بطاطين ولا توجد ملابس ولا أحذية لتدفئة هذه الأجساد النحيفة والنحيلة التي تعبت من هذا الواقع الإنساني وفي ظل هذه الصدمات النفسية المتكررة. وقضية المياه باتت قضية أساسية لأنها تتعلق اليوم بحياة السكان بشكل أساسي، بالإضافة إلى الغذاء وكذلك الإيواء. بالنسبة للحصار الذي يمارس على القطاع خاصة فيما يتعلق بالشمال، وكم يؤثر ذلك على حتى محاولات دخول هذه المساعدات؟ هل هناك حتى اللحظة أي جهة تستطيع أن تدخل مساعدات إلى أي منطقة في قطاع غزة؟ يعني في شمال قطاع غزة باءت كل المحاولات، بما في ذلك محاولات برنامج الغذاء العالمي، الأونروا، مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، منظمات دولية، منظمات فلسطينية، الجميع حاول
من أجل إدخال هذه المساعدات، والجميع هذه المحاولات باءت بالفشل. ما نجح حتى الآن هو 3 عمليات إخلاء لمرضى من هذه المستشفيات باتجاه مستشفى الشفاء الذي يفتقد إلى أبسط المقومات، ولكن هي عملية إنقاذ لحياة هؤلاء المرضى الموجودين في تلك المستشفيات 3 في شمال قطاع غزة والتي تتعرض لحصار ولقصف مشدد أيضا، ولكن في وسط وجنوب قطاع غزة ما يدخل كما ذكرت من 30 إلى 40 شاحنة بالكاد تغطي من 6 إلى 7% من هذه الاحتياجات المتزايدة. نحن طالبنا الأمم المتحدة بشكل رسمي بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة في ظل ما نشهد اليوم من تدهور متسارع على الوضع الغذائي، ونتحدث عن سوء تغذية شديد وأيضا أنيميا شديدة لدى الأطفال بشكل خاص، وهناك نقص في الحليب الأطفال والكماليات والكماليات الغذائية وغيرها من احتياجات بشكل واضح وبدأت تنفذ، وهناك مساعدات عينية موجودة في المعابر والاحتلال الإسرائيلي يماطل في إدخالها، وهذا سيؤثر بشكل خطير على حياة السكان في كل لحظة. نعم، بالنسبة للمستشفيات، وأنت كنت بدأت حديثك عن المستشفيات في كافة في كامل القطاع، المستشفيات أي مساعدات دخلتها؟ نوعية المساعدات وإن كانت مستمرة في أي مرحلة ما على المستشفيات في قطاع غزة، سواء في الشمال، في الوسط، في الجنوب؟ يعني مستشفيات شمال قطاع غزة محرومة بالكامل من الإمدادات الطبية والوقود، وأيضا حتى مادة الأكسجين لغرف العمليات والغرف الإنعاش الموجودة في تلك المنطقة في تلك الغناية المركزة في تلك المستشفيات، ووصلتنا مناشدات من تلك المستشفيات أنها خلال ساعات قد ينفذ الأكسجين في تلك المستشفيات. أما بالنسبة للمستشفيات الموجودة في مدينة غزة، هي مستشفيات معظمها خرج عن الخدمة وتعمل بشكل جزئي كمجمع الشفاء الطبي أو المستشفى المعدني، هناك اكتظاظ كبير في أعداد المرضى والجرحى، وهناك مستشفيات أيضا أهلية تساعد وتساند هذه المستشفيات في تقديم الخدمات، وكذلك هناك نقاط طبية تعمل، هناك مساعدات عينية بعضها دخل ولكن لا تفي بالحاجة، وفي وسط وجنوب قطاع غزة مستشفيات تعمل بشكل جزئي، ومستشفى الرئيس بات مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة اللذان يعملان بطاقة كبيرة جدا، والمرضى موجودين في الطرقات، والحالة أيضا الأجهزة الطبية معظمها تعطل بسبب عدم توفر قطع الغيار وعدم توفر الصيانة، وهناك حاجة إلى وفود طبية للقدوم إلى قطاع غزة لمساندة الطواقم الطبية الموجودة في قطاع غزة بعد اعتقال الاحتلال وقتل الكثير من هذه الطواقم الطبية. شكرا جزيلا، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، شكرا جزيلا لك.